العناوين. لبنان في مرمى العقوبات قبل الرابع من آب، وفرنسا تتحدث عن إجماع أوروبي للضغط على السلطات لتشكيل حكومة وبدء الإصلاح. تشكيلة جديدة يحملها الحريري إلى بعبدة في الساعات المقبلة. استكمالاً لاجتماع الرياض، لقاء بين بوخاري والسفيرتين الأمريكية والفرنسية. وفد من صندوق النقد الدولي في بيروت للبحث في قضايا عالقة. رند حميدي لصوت لبنان، لقاحات الأطفال مؤمنة. صار عندنا تراجع كثير كبير، وصل لل 31% بكل مستويات التلقيح عند القطاع الخاص وبالمراكز الصحية خلال فترة كورونا. ذهب لبنان بألف خير حسب المركزي. الرابع من آب موعد عادي في رزنامة السلطة اللبنانية واستثنائي لدى الأوروبيين وبخاصة الفرنسيين. وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أكد أن الإطار القانوني لفرض العقوبات سيكون جاهزاً قبل ذكر انفجار مرفأ بيروت، وقال من بروكسل بعد اجتماع الاتحاد الأوروبي الذي بحث الأزمة اللبنانية إن اجتماعاً آخر سيعقد لاتخاذ عقوبات ضد أطراف لبنانية قبل نهاية الشهر، متحدثاً عن إجماع أوروبي لفرض العقوبات بهدف الضغط على السلطات اللبنانية لتشكيل الحكومة وبدء الإصلاح. الرئيس الفرنسي الذي يمهل ولا يهمل على ما يبدو يفيد مستشاره للشأن اللبناني باتريك دورال إلى بيروت بعدما وصل وزير التجارة الخارجية الفرنسي في زيارة عمل إلى لبنان. وكان لسفيرة فرنسا آن غريو ولنظيرتها الأمريكية دوروتي شاي اجتماع مع السفير السعودي وليد بوخاري في مبنى السفارة السعودية في اليرزي، شكل استكمالاً لاجتماع الرياض الذي ضم السفيرتين والمسؤولين السعوديين. حكومياً، سلسلة مشاورات يقوم بها الرئيس المكلف قبل اجتماعه برئيس الجمهورية، وإذا لم يطرأ جديد في اللحظة الأخيرة ستسير الأمور على الشكل التالي: اتصال هذا الصباح بين دوائر بيت الوسط ودوائر بعبدة لحجز موعد بعد الظهر لاجتماع بين عون والحريري الذي سيحمل معه تشكيلة حكومية من 24 وزيراً. رئيس الجمهورية سيستمهل ضيفه لدراسة التشكيلة، فإذا كانت نسخة عن سابقاتها مع فارق رفع العدد من 18 إلى 24، أو إذا كانت مفخخة بهندسات من صناعة الرئيس نبيه بري، فإن مصيرها لن يكون أفضل من سابقاتها، إلا إذا كان الحراك الدولي قد فعل فعله في تدوير التشكيلة وإنضاجها، وهذا مستبعد. وفي آخر النهار وتحديداً قبل نهاية الأسبوع سنرى الحريري إما حائز ترقية من رتبة رئيس مكلف إلى رئيس حكومة، وإلا رئيساً معتذراً عن التأليف، وهذا هو المرجح. الرئيس المكلف كان قد مهد لهذا الجو باجتماعه أمس بأعضاء المكتبين التنفيذي والسياسي في تيار المستقبل، وتشاور مع رئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنورة وتمام سلام بغياب الرئيس نجيب ميقاتي الموجود خارج البلاد، كما أوفد مستشاره غطاس خوري إلى بكركي الذي وضع البطريرك الراعي في مسار الاعتذار في حال استمر رئيس الجمهورية برفض الحكومات المقترحة. النسخة الأخرى من السيناريو تؤجل الطلعة إلى بعبدة إلى ما بعد عودة الحريري من القاهرة ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد استعجل اللقاء وحدد غدا بدلا من الخميس. سند هذا السيناريو يحفظ احتراما للرئيس المصري الداعم بقوة للحريري، بحيث لا يقصد الأخير مصر ليضع السيسي أمام أمر واقع. ويقول أصحاب هذا الرأي إن الحريري سيقدم للسيسي اعتذاره عن التأليف قبل أن يقدمه لعون في بعبدة أو مباشرة على الهواء كما فعل في خلال تقديم استقالة حكومته بعد ثورة 17 تشرين. وكان نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش قد لفت إلى أن الحريري سيعتذر أواخر الأسبوع مفسحا لاستشارات نيابية لتشكيل الحكومة.
بالعودة إلى جريمة المرفأ، الرابع من آب هدف ثابت في عقل المحقق العدلي طارق بيطار، الذي أبلغ هيئة مكتب المجلس قانوناً أنه غير ملزم بتقديم أي مستندات إضافية لرفع الحصانة، وبالتالي يكتفي بالإحالة التي قدمها والخلاصة عن الأدلة المرفقة. إلى ذلك أرجأ بيطار إلى 23 من الجاري استجواب مدير المخابرات السابق كميل ظاهر بسبب إضراب المحامين وعدم تمكن وكيله من الحضور معه. الرابع من آب جريمة ضد الإنسانية. أربع آب التفجير الكبير. أربع آب انفجار الضمير. أربع آب 2020 السادسة وثمان دقائق مساء. لبنانيون مدنيون وعسكريون في أعمالهم في المرفأ بحثاً عن لقمة عيش كريمة في وطن ولد كريماً وسيسه اللؤماء وطيفوه ومذهبوه تسهيلاً لحكم شرك وليس لحكم شراكة، وطمعاً بمحاصصة فاسدة تناوبوا عليها كل بدوره، وبعضهم طال دوره وزاد فساده ونهبه على عينك يا خزينة ويا ميل عام ويا مواطن معتر. أربع آب 2020 السادسة وثمان دقائق مساءً. لبنانيون آمنون في منازلهم باحثون عن غد أفضل ومكان آمن، وهل أكثر أماناً من البيت الدافئ الذي انفجر قنبلة موقوتة موصولة بالعنبر 12؟ وجع ذوي الضحايا كالجمرة تحرق مكانها. محمد فهمي إنسان يعني أقل ما يكون يقال عنه أنه مضطرب نفسياً. واحد بيطلع على التلفزيون بيقول أنا قاتل اثنين، شو بيكون مثلاً؟ واحد بياخد قرار أول يوم تاني يوم بغيره، شو بيكون؟ أنا سؤالي بالقانون كمان، بأي قانون أدخلت النترات؟ بأي قانون حميت النترات؟ بأي قانون تفجروا ولادنا؟ جاوبونا هيدا القانون، نجاوبنا هيداك القانون. هلأ صار عندهم قانون؟ بيروت لن تبقى عديمة، بيروت لن تكون يتيمة، كلنا بيروت، كلنا لبيروت. أربع آب التفجير الكبير. أربع آب انفجار الضمير. رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أن لا حصانة على أي متورط في أي موقع كان في جريمة المرفأ، وأن المجلس النيابي سيكون مع القضاء إلى أقصى الحدود تحت سقف القانون والدستور. لقاء سيدة الجبل أكد بدوره أن كل الحصانات تسقط أمام جريمة المرفأ، بدءا بالحصانة المعنوية لرئيس الجمهورية وصولا إلى النواب والوزراء والضباط الذين وردت وسترد أسماؤهم في ملف التحقيق. وأكد اللقاء التزامه النضال من أجل رفع الاحتلال الإيراني. رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أجرى اتصالا بالبطريرك الماروني، وجرى التأكيد على المواقف الوطنية لبكركي التي تشدد على التمسك والالتزام بتطبيق الدستور وبوثيقة الوفاق الوطني في الطائف، وأهمية الحفاظ على صيغة لبنان القائمة على العيش المشترك الإسلامي المسيحي. لا أموال للكهرباء بعد تموز. بعد الفاصل. في موشتي المساء اليوم الثلاثاء، ماذا عن لعبة الاعتذار وعدمه؟ لما يهدف حراك السفراء الأمريكي الفرنسي السعودي؟ عظة البطريرك الراعي عن التأليف والتشكيل، وهل تعيد تحريك الوضع الحكومي؟ الانتخابات النيابية ولو حصلت وغيرت في التركيبة السياسية، هل تجري في ظل وجود السلاح؟ ملفات حياتية ومعيشية نناقشها مع الصحفي والكاتب السياسي أسعد بشارة. موشتي المساء بعد نشرة الخامسة والربع من صوت لبنان. إعداد وتقديم مروان الأدوم. السادسة وثمان دقائق. لحظة خيانة، تدمير مدينة، قتل شعب. صوت لبنان تحمل القضية، الحقيقة للرابع من آب، معا لبيروت.
يصل وفد صندوق النقد الدولي غدا إلى بيروت للبحث في جملة قضايا عالقة. ماليا أكد المصرف المركزي أن ذهب لبنان بألف خير ولم يمس ولن يمس وهو غير خاضع لأي رهن أو تعهد، مشددا على أنه سيحافظ أيضا على الاحتياطي الإلزامي وأن الحل لإعادة إنهاض الاقتصاد هو في تحمل المسؤولين السياسيين لمسؤولياتهم بتشكيل حكومة جديدة تباشر بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتستعيد الثقة داخليا وخارجيا. حياتيا، كشفت المديرة العامة لمنشآت النفط في وزارة الطاقة أرور فغالي أنه لن تكون هناك أموال للكهرباء بعد شهر تموز، موضحة عبر قناة الحرة أن سلفة الخزينة التي كانت قد أقرت للكهرباء بقيمة 200 مليون دولار والتي كان يفترض أن تكفي حتى أيلول المقبل ستصرف قبل ذلك الموعد بكثير وبالكاد ستكفي حتى آخر تموز الجاري. صحيا، أعلن الوزير حمد حسن آلية تحديد سقوف أرباح المستلزمات الطبية الصادرة عنه وعن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استشارة مجلس شورى الدولة، وأشار إلى أن القرار حدد هامشا للربح. اليوم بدنا نحن نحط استراتيجية تضبط بالخلاصة انتظام عملية تأمين الدواء من المصدر دون تشكيك بالجودة إلى المواطن بأفضل الأسعار. نعم، هي خطوة لنسف الاحتكار، هي خطوة لتحرير كل الاستنسابية أكان من ناحية الدعم أم كان من ناحية استيراد والشحن أو إلا كان عبر تسويق. عضو مجلس إدارة نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات مروان حكيم لفت بعد لقاء وزير الصحة إلى أن أصناف الأدوية الموجودة تكفي لثلاثة أسابيع كحد أقصى. دواء بمستودعاتنا عند معظم الوكلاء ما عاد موجود، وإذا في شيء موجود الكميات لا تكفي لأسابيع، عم بحكي أسبوع أسبوعين ثلاثة حد أقصى. نحن قبل آخر الشهر هيدا إذا ما انتقل حل لهالمشكلة التقنية ما حيكون في دواء بالبلد مع الأسف. معالي الوزير وعدنا يتحركوا مع مصرف لبنان ليحلوا هالمشكلة التقنية، ومنتأمل مصرف لبنان يباشر يحول لشركات برا حتى الشركات ترجع تقبل تصدر بضاعة على لبنان ونقدر نأمن الدواء للمواطن اللبناني. رئيسة دائرة الرعاية الصحية والتلقيح في وزارة الصحة الدكتورة رندا حميدي طمأنت عبر صوت لبنان إلى أن لقاحات الأطفال متوفرة، مشددة على أهمية التلقيح ضد كورونا. نحن هلأ لازم نركز أكثر على موضوع التلقيح. الوزارة عم بتحط كل جهدها مع المعنيين مع الشركاء لإلها بهالإطار لحتى نقدر نجيب لقاحات أكثر لحتى نوصل لناس أكثر من خلال التسجيل على المنصة، لأنه بعده تسجيل على المنصة شوي قليل نحن بنعتبره، والناس لازم تسجل أكثر. وقريبا الوزارة رح تطلق حملة إلى علاقة بالوصول الناس على مراكز الرعاية الصحية الأولية لمساعدتها على التسجيل ضمن المنصة، وأكيد بيبقى وعي الناس وانتباههم على موضوع الله يعين هالناس بيني وبينك عشو بدنا نقول لهم يوعوا وينتبهوا، ما بينلاموا شو ما عملوا، بس لا الوعي كتير مهم، والإيمان والصبر إنه نوعى على لبس الكمامة الغسيل والتباعد الاجتماعي قد ما فينا. دكتور حميدي، متى سيشمل التلقيح الفئات العمرية الشبابية يعني يلي تحت العشرين أو تحت الثلاثين كمان؟ بلشنا، وإذا بتشوفي مبارح كان في هيك يعني شيء كتير حلو عند الناس الصبايا والشباب الصغار، مبسوطين كتير عم ببلشوا يقولوا إجينا رسائل لحتى نروح نتسجل. طب بموضوع الفاكسان للأطفال، هل عم توصل اللقاحات لكل الأطفال أم أنه هناك تراجع بعمليات التطعيم بسبب كورونا أكيد والأوضاع المعيشية؟ صار عنا تراجع كتير كبير، وصل لل 31% بكل بمستويات التلقيح عند القطاع الخاص وبالمراكز الصحية خلال فترة كورونا. هلأ رجع يبلش شوي يطلع هالمستوى هالمعدل، لأنه جانا يعني نترجى الأهل ونتمنى عليهم أنه ما ننسى موضوع تلقيح الأطفال، ما بدنا نخلص من كورونا ونرجع عشلل الأطفال يلي هو كتير خطير، ويلي هو لبنان صاروا 16 سنة خالي من شلل الأطفال.
اللقاحات متوافره. اللي بدي طمن الناس من خلالكم انه لقاحات الاطفال مش مقطوعه، وبالتالي هاللقاحات موجوده بكل المراكز الصحيه على الاراضي اللبنانيه. نحن بلشنا سلسله اجتماعات كثير بناءه مع جمعية أطباء الأطفال ببيروت وبالشمال، عم نعمل لقاءات وبلشوا أطباء الأطفال ياخدوا على عياداتهم، شرط أنهم يلتزموا بمجانية اللقاح ويلتزموا بإعطائنا كوزارة الصحة المعلومات عن مين طعموا، لأن نحن بحاجة نعرف قديش بطعم أطفال بلبنان، وعلى هالأساس نعمل إذا في أي حاجة نعمل حملات أو نشاطات إضافية نعملها. وإذا بتسمحيلي زيد كمان للناس، هيدي كتير مهمة، إنه عم نسمع أهالي عم بيقولوا ما في دواء للحرارة أو ما في دواء للالتهاب. مظبوط، أنا مش عم أقول للوم الناس، مظبوط عم بيقولوا لازم يرفعوا الصوت، بس فيني أقول لهم إنه كمان مراكز الرعاية الصحية الأولية متوفر فيها دواء الأطفال، دواء الثعلب، دواء الالتهاب، دواء الحساسية، دواء الأمراض الجلدية، كل الأدوية يلي هي بتكون موجودة بالمراكز الصحية، الأدوية غير المزمنة. كذلك الأمر بالنسبة لأدوية الأمراض المزمنة، يعني عم نحكي عن السكري والضغط وأمراض القلب والشرايين، متوفرين بمراكز الرعاية الصحية الأولية، بتوفرهم وزارة الصحة عبر منظمة الصحة العالمية كأدوية، ولقاحات عبر منظمة اليونيسف. بيتوجهوا على أقرب مركز لإلهم، موجودين عندنا 245 مركز بكل الأراضي اللبنانية، مستعدين بوزارة الصحة على رقم 01-830-371-72 تلقى اتصالات المواطنين لندلهم على أقرب مركز رعاية لإلهم. بيروحوا على المركز بياخدوا رزمة من الخدمات، من ضمن هالرزمة فيها الدواء مجاني واللقاح مجاني. وفي يوميات كورونا سجل العداد في الساعات 24 المنصرمة حالتي وفاة مع 150 إصابة جديدة. زار السفير السعودي وليد بخاري مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حيث عقد اجتماعا مع الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير. نحن منذ البداية قلنا إن أمن المملكة من أمن لبنان، وسلامة المواطن السعودي من سلامة المواطن اللبناني، وقمنا بجهود كبيرة وقدمنا اقتراحات عملية، لا سيما ورقة متكاملة لمنع تهريب المخدرات وضبط المعابر، وقد تم الموافق عليها من قبل السلطة اللبنانية. ومما لا شك فيه إن ما قامت به وتقوم به أجهزة الأمن اللبنانية في هذا الإطار وبالتعاون مع الأجهزة الأمن السعودية من إحباط لعدد من العمليات تهريب المخدرات يستحق الثناء والتقدير. رئيس الاتحاد العمالي العام شارة الأسمر طرح في مؤتمر صحفي خطوات لمعالجة الأزمات. منح سلفة على غلاء المعيشة وتعديل ملحقات الأجر للقطاع الخاص والعام والأساتذة والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والميومين، كل الفئات بالقطاع الخاص وبالقطاع العام. بدل النقل مش مسموح يضل 8000، هذا شيء مش مقبول. زيادة بدل النقل يجب أن تكون مرتبطة بتطور أسعار المحروقات. في العراق ارتفع عدد قتلى الحريق في مستشفى الحسين في منطقة ذيقار إلى 52، وقد أقال رئيس الوزراء العراقي مدير صحة ذيقار ومدير المستشفى ومدير الدفاع المدني وحولهم إلى التحقيق، فيما اعتبر الرئيس العراقي أن فاجعة المستشفى وقبلها مستشفى ابن الخطيب نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تصاعد عنف السلاح في العامين الماضيين غير مقبول، وقال سننفذ استراتيجيتنا لمكافحته. نبقى في الولايات المتحدة، حيث أكدت وكالة الأدوية الأمريكية أن لقاح جونسون أند جونسون المضاد لكورونا يزيد خطر الإصابة بخلل عصبي نادر. تزامنا ندد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بجشع الدول التي تفكر بتطعيم سكانها بجرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لكوفيد 19، بالرغم من أن العلم لم يثبت بعد ضرورة هذه الجرعة المعززة في الوقت الذي لا يزال فيه سكان دول عدة ينتظرون تلقي جرعتهم الأولى. الصفحة الرياضية مع رومان طنوس.
صباح الخير. أحرز نادي الرياضي بيروت مرة جديدة لقب بطولة لبنان لكرة السلة بعد أن أنهى السلسلة النهائية لجماعته مع نادي شانفيل، وأنهى الرياضي المباراة الرابعة لاستضافة شانفيل بنتيجة 72-76. وبالعودة إلى أجواء اللقاء الرابع، أنهى الرياضي المنافسة مبكرا مع تألق واضح للاعب كريم زينون لدك سلة شانفيل بثلاثيات متتالية. وأنهى الرياضي الربع الأول متقدما 31-13 إلى أن لاعبي شانفيل عادوا بالربع الثاني بفضل تألق رالف عائل واستطاعوا تقليص الفارق إلى 11 نقطة 46-35 للرياضي. بكرة القدم تغلب نادي النجمة على منافسه الصفاء 3-0 بالمباراة اللي أقيمت على ملعب أمين عبد النور ببحمدون ضمن منافسات بطولة كأس النخبة لكرة القدم. وبأخبارنا المحلية أيضا، طلقت سلسلة المباريات النهائية لبطولة لبنان بكرة السلة لدى السيدات بلقاء جمع الرياضي مع فريق بيروت بالمنارة، وقد فاز فريق بيروت بنتيجة 58-54 وحلت ريبيكا عائل كأفضل مسجلة بالمباراة. دوليا لازالت ترددات فوز إيطاليا على إنجلترا مستمرة، وبهذا الإطار شكر قائد إيطاليا جورجو كيليني رئيس بلاده سيرجيو ماتاريلا وهدية كأس الأمم الأوروبية كما قدمها لروح اللاعب الراحل دافيد ياستوري. إلى ذلك يفكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد أمريكا الجنوبية تنظيم مباراة ودية بين إيطاليا بطل أوروبا والأرجنتين بطل كوبا أمريكا، والفكرة هي تنظيم مباراة ودية بملعب مارادونا إما في بيونس آيرس أو نابولي. الصفحة الأخيرة في هذه النشرة مع الأحوال الجوية. الجو اليوم قليل الغيوم إجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة التي تبقى مرتفعة نسبيا في المناطق الجبلية والداخلية. كان في هذه النشرة لبنان في مرمى العقوبات قبل الرابع من آب، وفرنسا تتحدث عن إجماع أوروبي للضغط على السلطات لتأليف حكومة وبدء الإصلاح. تشكيلة جديدة يحملها الحريري إلى بعبدة في الساعات المقبلة. استكمالاً لاجتماع الرياض لقاء بين بخاري وسفيرتين الأمريكية والفرنسية. وفد من صندوق النقد الدولي في بيروت للبحث في قضايا عالقة. رند حميد لصوت لبنان، لقاحات الأطفال مؤمنة. صار عندنا تراجع كثير كبير وصل لل 31% بكل مستويات التلقيح عند القطاع الخاص وبالمراكز الصحية خلال فترة كورونا. ذهب لبنان بألف خير حسب المركزي. النشرة انتهت، نشكر لكم إصغاءكم.